ونبقى مشاهدينا لمزيد من التحليل والمتابعة، ومعنا الآن اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور وائل. دكتور وائل، ضمن متابعاتك وقراءاتك للميدان في الجنوب اللبناني على منطقة الحدود اللبنانية وهذه المحاولات الإسرائيلية للتوغل بريا في لبنان، أي السيناريوهات لتوغل بري إسرائيلي تتوقع؟ مساء الخير أستاذة داليا، وتحية مرة أخرى أن أنا أكون موجود معاكم على القاهرة الإخبارية. بالنسبة للجنوب اللبناني، أنا كنت من الناس اللي كانوا متابعين العمليات في الجنوب اللبناني في 2006. عايز أقول لحضرتك أن حجم التجميع القتالي دلوقتي اللي موجود في جنوب لبنان لم يختلف كثيرا عما كان موجود في 2006، حتى نفس المحاور القتال اللي هو بدأ يشتغل فيها. يعني احنا السيناريوهات اللي موجودة دلوقتي قدامنا واضحة، على يعني لو نيجي نبص على الخريطة نبص نلاقي انه هو دفع باللواء الجولاني وعناصر من الفرقة 98 قوات خاصة في شمال المنطقة ما تسمى بأصبع الجليل، بشمال الجليل الأعلى في منطقة العديسة وكفر كلا وكفر طيبة. المنطقة دي لو بصينا على الأرض، على واقع الأرض هنا، هو هنبص نلاقي إن هي منطقة بينها وبين نهر الليطاني. نهر الليطاني هنا هو ما فيش أكتر من 10-15 كيلو. إذا هو يهدف من وجوده في منطقة شمال الجليل ودخوله في منطقة الجليل في منطقة العديسة والطيبة وكفر كلا والمنطقة دي، إن هو يغلق المنطقة بتاعة الجنوب اللبناني تماما على أي امتداد من حزب الله من الشمال، لأن نهر الليطاني ممتد لغاية البحر المتوسط. هنا هو أفهم من كلامك إنه يريد تدمير البنية التحتية لحزب الله. طبعا هنا هيضم، يعني ده هدف أساسي. خد بال حضرتك، هو هدف أساسي هنا إنه هو يقضي على قدرات حزب الله المتواجدة في الجنوب اللبناني، وهو عشان ينفذ هذا الهدف لازم يعزل الجنوب اللبناني من أي امتداد خارجية. عشان يعزل الجنوب لازم يقفل من منطقة العديسة ونهر الليطاني ولغاية الجنوب. زائد بقى هو بدأ النهاردة يخش بالفرقة 91. الفرقة 91 دي ليها طول عمرها موجودة في الجنوب اللبناني، شغلتها أساسا تأمين الجبهة اللبنانية طول عمرها بالثلاث لواءات بتوعها. ده لواء موجود في منطقة الأصبع الجليل في الشمال، وفي لواء موجود منها في منطقة رأس المقطورة على الساحل في جنوب لبنان على الساحل، وفي لواء موجود والمركز القيادة بتاعة الفرقة 91 دي موجود في المنتظم في منطقة برانيت. يعني تفسيرك حضرة اللواء لاستعانة الجيش الإسرائيلي بالفرقة 91 وهي لها خبرة في التعامل كما ذكرت حتى جغرافيا في لبنان، لا سيما وأنها مثلت حضور بارز في حرب لبنان 2006، يجعلنا نفهم بأنه سيناريو توسيع العملية البرية الإسرائيلية في لبنان صار أقرب من أي وقت مضى. طبعا هو ده معناه كده، ده ملوش معنى واحد، هو كون ان هو بدا يخش بالفرقه 91 ان هو فرقه ليها معرفه جيده بالارض في جنوب لبنان، هي شغلتها طول عمرها جنوب لبنان، وبتلاحظ عناصر حزب الله. ومش عايز اقول لحضرتك ان هو خلال الفتره من 2006، لان هي تعثرت كثيرا في 2006، الفرقه 91 تعثرت كثيرا في 2006 لما دخلت من الجنوب في اتجاه بنت جبيل، حصل خسائر كبيره جدا فيها. منذ هذا التوقيت والمتابع للمشهد بالنسبه للفرقه 91، هي بتدعم باجهزه ورادارات ارضيه وكل المعدات اللي تمكنها من اجتثاث عناصر حزب الله وما يفعله حزب الله في جنوب لبنان. هنا المقصد، وبعدين خد بال حضرتك برضو في نقطه، الفرقه 91 ده هي ليها كتيبه استطلاع ومخابرات. يعني انا عايز اقول ان كل اللي هو موجود في الصعيد له شريط استطلاع. الفرقه دي ليها كتيبه استطلاع كامله من الاستطلاع والمخابرات، شغلتها رادارات ارضيه، شغلتها التسلط، شغلتها التصوير، كل ما الى ذلك من عمليات بتتم لعناصر حزب الله.
المقصود هنا ان الفرقه 91 عندها معلومات جيده جايه لها من اجهزه المخابرات بتاعتها ومن على الارض الطبيعي بتاعها من على الارض. هو ده اعتقد ان هو سبب دخول الفرقه 91 لمعرفتها بالارض، معرفتها بعناصر الاستطلاع بعناصر حزب الله، ده هيؤدي الى دخولها، قد يؤدي الى عمليات النجاح في تدمير الهدف بتاعها من تدمير قدرات حزب الله في الجنوب اللبناني. على الجانب الآخر، حدث اللواء وكما تبعنا من تصريحات لقادة حزب الله، هو يمهد حسب ما أعلن منذ العام 2006 لجغرافية الأرض في الجنوب اللبناني استعداداً بجاهزيته لهكذا سيناريو وهو توغل بري إسرائيلي. ما الذي تتوقعه من تحضيرات لحزب الله لجغرافية المنطقة؟ يعني طبيعي جداً إن أي حد على الأرض بتاعته، يعني حزب الله جنوب لبنان ده يعتبر على الأرض بتاعته، فلازم هو أكيد مؤكد إن هو مجهز هذه المناطق بكمائن وبمناطق للكمائن للعناصر البرية اللي داخلة من إسرائيل. ما ذكرناه من تقدير للقوات الإسرائيلية ودخولها وأهدافها شيء، ولكن عند التنفيذ لاحظ إن هي لما دخل باللواء الجولاني في منطقة العديسة وكفر كلا ووطيبة وقع في كمائن وصعد يوم الخميس السابق اللي هو يوم 3 اكتوبر، لما الفرق اللواء الجولاني ده من لواءات النخبه اللي بتقول عليها في اسرائيل، لما دخل بالعناصر بتاعته في منطقه كفر كلا والعديسه حصل فيه خسائر كامده. هنا يدينا مؤشر ان لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان حزب الله راخر على الجانب الاخر، هو مجهز منطقه الجنوب اللبناني وخاصه ان هي مناطق فيها جبلية وفيها مناطق فيها زراعات، المناطق دي كلها سهل جدا انك انت تعملي اخفاء، لو كان في انفاء سهل جدا انك انت تعملي عملية اخفاء لقواعد الصواريخ اللي هي موجودة في الجنوب اللبناني. اعتقد ان اسرائيل لما هتخش في الجنوب اللبناني لا، هتواجه صعوبات كثيرة جدا في التقدم البري. ما الذي ينتظره حضرة اللواء؟ ما الذي ينتظره الجيش الإسرائيلي أو بالأحرى يتوقعه من أداء مختلف لحزب الله ونحن نتحدث عن عملية عسكرية برية موسعة الآن؟ حيفاجأ بكمائن دبابات، حيفاجأ بكمائن للأفراد نفسها والأشخاص نفسها بتاعة القوات المتقدمة من الجيش الاحتلال الإسرائيلي. ناخد بالنا ان في كمان الميم دال دي هتلاقيها موجوده كتيره جدا في الجنوب اللبناني، نظرا لطبيعه الارض ونظرا لطبيعه انك انت ممكن تخفي العناصر اللي هي معاها الصواريخ الميم دال ديت. عشان كده نلاحظ لغايه دلوقتي ان اسرائيل ما لم تتقدم بدبابات بعدد كبير، وحتى الدبابات اللي تقدمت حصل فيها خسائر خلال الفتره الماضيه. أنا بقدر إن الدخول البري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لن يكون سهلا على القوات الإسرائيلية، ولذلك إحنا الفترة اللي جاية هنجد إن إسرائيل هتستخدم البعد النيراني بقوة كبيرة جدا، اللي هو إذا كان بعد نيراني من المدفعية أو من الدبابات أو من القوات الجوية. ونلاحظ إحنا اليومين اللي فاتوا إن هم كتير جدا بدأوا ينبهوا على بعض الناس في بعض القرى ان هم يخلوا القرى ديت لان هم هيتم استهدافها، لان هو ده البديل قدام تقدم القوات البريه. لكن هل يمكن ان يمهد سلاح الجو تغطيه معتبره؟ هو سلاح الجو هيعمل تغطيه معتبره، ولكن برضه هتبقى في صعوبه لان المناطق الجبليه والمناطق الزراعات والمناطق دي كلها مناطق يعني يسهل فيها الاختفاء، ومفيش هيبقى فيها اهداف واضحه للقوات الجوية. هو ممكن يضرب بالهليكوبتر المسلح، ممكن يضرب بالهليكوبتر المسلح، ممكن يعمل تمهيد نيراني ضرب مساحي وليس ضرب أهداف، يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ مساحة من الأرض يبتدي يضربها بالضرب مساحي لكي يخلي ما فيها والناس اللي هي مختبئة فيها. الموضوع مش موضوع صعب، هو هيبقى أسهل عليه إن هو
يبتدي يعمل الكلام ده هو بضرب مساحي بواسطة المدفعية أو بضرب بواسطة الدبابات. أشكرك جزيلا لكل هذا الشرح، كنت معنا من القاهرة لواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية.